دكتور، أنت كتبت ورقة بحثية تحت عنوان هل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟ باختصار شديد تقول أنه قضية الديمقراطية ليست متجذرة في المجتمعات العربية كأساس، يعني ارتباطا بجواب حضرتك عن تيارات الإسلام السياسي، هل باعتقادك أن الديمقراطية هي السبيل لتطويق ظاهرة تيارات الإسلام السياسي أو القضاء عليها؟ إذا في رأيي أنه أولا لا حل لهذا المرض، لأزمة المجتمع العربي بشكل عام، من دون حل المسألة الدينية. البعض يسميها تجديد الفكر الديني، البعض يسميها العقلنة، البعض يسميها العلمنة، إلى بقطع النظر عن المقاربات. ما دامت الرؤية الغالبة في الثقافة الشعبية على الأقل هي رؤية ميتافيزيقية لواقع ملموس، فالحل غير موجود. لا يمكن لك أن تجد حلا لواقع ملموس تعيشه يوميا في صيغة ميتافيزيقية، يعني هكذا. والمشكلة إذا لخصناها نحن، إذا قارنا بين مثلا المجتمع الأوروبي والمجتمع العربي الإسلامي، المجتمع الأوروبي لأنه تمت فيه ثورات متوازية اقتصادية معرفية اجتماعية سياسية مؤسسية إلى غير ذلك، فإن المجتمع استوعب الدين، أخذ عناصر من الدين ووطنها في السياق الجديد. غير صحيح أنه المجتمع الأوروبي غير متدين، مش صحيح، هذه فكرة غالطة. لهم كنائسهم ولهم مساجدهم وتعبداتهم إلى غير ذلك، وخاصة إذا تشوف بعض البلدان مثل إيطاليا، إسبانيا، أمريكا اللاتينية إلى غير ذلك، ما زال الناس يزحفون على بطونهم، يصعدون الجبال ليتعذبوا إلى غير ذلك، فهذا نوع من التدين. لكن الفرق هو هذا، الفرق هو أن مجتمع استوعب الدين، وعندنا دين يريد أن يستوعب المجتمع. يعني عندنا فكرة أنه المجتمع يلزم يكون على قياس الدين، في حين أنه في المجتمعات التي تطورت هو غير هذا، وهذه معضلة حقيقية. والسبب وراء كل هذا في رأيي هو أن الثورات أو التقدم أو القفزات النوعية التاريخية لا تتم خلافا للفكرة السائدة عبر التراكم لآخره من أول الدنيا إلى اليوم، وإنما تتم بقطيعة ما، لا بد من قطيعة. المشكل أنه مفهوم القطيعة غير موجود في الثقافة العربية.